حد يساعد اللي حوله سواء من أهله أو أحد. صح كلام دا، ودعم العائلة ومحبتهم مهمة في حياة كل شخص، وتتكلم عن تجربتها هيفا نواز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي هيفا العواد، عمري 13 سنة. أنا اليوم راح أتكلم لكم عن الأطفال. الأطفال شيء جدا جميل في الحياة، وأكيد إن كلنا نحبهم، لكن أنا اليوم راح أسلط الضوء على أطفال معينين عننا، ألا وهم أطفال متلازمة داون، والذي لقبهم الأستاذ فهد شنيفي بهدايا الرحمن، وهم فعلا هدية من الرحمن. تخيلوا مثلا أن اليوم انولد 800 طفل في العالم، ينولد بس طفل واحد من ذوي متلازمة داون. متلازمة داون هو خلل في كروموسوم 21. كيف يعني خلل في كروموسوم 21؟ يعني أن الإنسان الطبيعي عنده 46 كروموسوم، أما متلازمة داون عندهم 47 كروموسوم، والخلل في ذلك هو كروموسوم 21، وأطلقوا عليه كروموسوم السعادة. الحين أنا أبغاكم كلكم تشوفون يدكم اليسار، تلاحظون إن هنا في رقم 81. أما متلازمة داون في الغالب تكون يدهم صافية ممحية من الخطوط، بس هنا في رقم 11. من فيكم يعرف ليش سموها بمتلازمة داون؟ نسبة إلى العالم البريطاني جون داون. تدرون ليش أنا اليوم اخترت لكم موضوعي عن متلازمة داون؟ عشان أخوي البطل والجميل فيصل عواد. فصولي من ذوي متلازمة داون، أول ما طلع فصولي على الدنيا كانت صدمة جدا حزينة لنا، بس الحمد لله حنا مع مرور الوقت بدلنا هذه الصدمة الحزينة إلى مفاجأة جدا جميلة. فصولي يوم كمل 6 أشهر احنا دخلناه علاج طبيعي، لأن متلازمة داون عندهم ارتخاء في العضلات وأيضا عندهم خلل، فإذا احنا مرة ما اشتهت عليهم بسرعة ودخلناهم علاج طبيعي ممكن يصير عندهم ارتخاء أو خلل في العضلات. والحمد لله يوم كمل 2 سنين دخلناه في مدرسة خاصة لذوي متلازمة داون، والحين فصولي أخوي صار يعرف الألوان، صار يعرف الأرقام، فصولي أخوي مبدع، فصولي أخوي متميز، فصولي أخوي بطل. ويوم كمل 5 سنوات دخلناه في نادي سباحة، وأنا بعد كنت لما أروح معه ألاحظ إن في أطفال طبيعيين يكملون 2 أو 3 سنوات ولسه ما يعرفون يسبحون، والحمد لله إن فصولي البطل خلال سنة واحدة صار يعرف يسبح. متلازمة داون عندهم مواهب وإبداعات، بس إحنا لازم ننمي هذه الموهبة عشان يطلع لهم مستقبل جميل بإذن الله. الحمد لله هذه السنة الثانية الفصولي في دار تحفيظ قرآن كريم، والحين هو حافظ بعض الصور، بس الصورة اللي ما راح أحفظها صورة الناس، وإن شاء الله إنه بنستمر معه في الدار لمن يختم القرآن الكريم بإذن الله. بقول لكم شيء، تدرون أنا أحياناً أتضايق لما نروح أقاربنا أو لما نروح السوق، تدرون ليش؟ لأن أحياناً يجون ينظرون في الصلي بنظرة سيئة. ليش ننظرهم بنظرة سيئة؟ عادي هم أطفال طبيعيين يفهمون ويستوعبون، أو إنه يجون يقولون الله يشفيه. ليه إحنا نقول الله يشفيه؟ هذا مو مرض عشان هو يتعالج، هذه حالة وليست مرض. وايضا متلازمة داون ما يصلح ان نعزلهم عن المجتمع، بالعكس لازم احنا نطلعهم للمجتمع، وهم اطفال جدا مبدعين، وان شاء الله ان بيصيرون من الابطال الجميل باذن الله. تبون تشوفون فصولي اخوي؟ اللي يبغى يشوف فصولي يرفع يده. اكيد مفتوح.
وهذا فصولي أخوي اللي حكيت لكم قصته. قول لهم إيش اسمك؟ قول لهم أحبكم. أحبك. وهذا كتاب فصولي أخوي فيه قصته وكيف إن إحنا نتعامل معه، نفس الكلام اللي تو قلته بس الكلام اللي قلته مبسط، واسمه طفولة من نوع آخر، وإن شاء الله إنه بيعرض قريبا في جميع المكتبات. وفي النهاية لنكن يدا بيد لمساعدة أطفال وملائكة متلازمة داون. شكرا لحسن استماعكم.